وإلى تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث يسود هدوء حذر بالعاصمة طرابلس بعد الاشتباكات المسلحة التي دارت بين قوات الجهاز الردع واللواء 444، القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في طرابلس. وارتفعت حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية بين جهاز الردع واللواء 444 إلى 55 قتيلا و 146 جريحا، بالإضافة إلى إجلاء أكثر من 290 عائلة، وفقا لمركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة. وقالت وزارة الداخلية الليبية إن أعضاء الشرطة والأجهزة الأمنية باشروا عملهم في المناطق التي شهدت الاشتباكات لتأمينها وإعادة تنظيم الحركة المرورية فيها. وقد تفقد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تفقد الأضرار الناتجة عن الاشتباكات في بلدية عين زارة. وقال الإعلام الحكومي الليبي إن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة الحكم المحلي بحصر المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم. في الأثناء عادت حركة الطيران بشكل طبيعي في مطار معتيغا الدولي بعدما تأثرت خلال اليومين الماضيين نتيجة الأحداث التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس. وأعلنت الخطوط الجوية الليبية استئناف تشغيل رحلاتها من وإلى المطار بعدما غيرت مسار الرحلات إلى مطار مصراتة الدولي مساء الثلاثاء، ونشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موعد الرحلات المستأنفة. كما وأعلنت بالمثل الخطوط الإفريقية وطيران البراق عن عودة الحركة بمطار معتيغا الدولي. وبشأن ردود الفعل الدولية، دعت جامعة الدول العربية إلى وقف فوري للاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين. وحثت الجامعة في بيان لها جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، و لافتة إلى أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجددا أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال. من جهتها نددت الأمم المتحدة بما يجري في طرابلس، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشعر بالقلق إزاء الحوادث والتطورات الأمنية في طرابلس. تذكر البعثة الأممية في ليبيا جميع الأطراف المعنية بمسؤوليتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، كما تشعر البعثة بالقلق إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة مواتية للنهوض بالعملية السياسية بما في ذلك الاستعداد للانتخابات الوطنية. وأظهرت صور إن حصلت عليها الجزيرة مباشرة أثار الاشتباكات في مدينة عين زارة جنوبية العاصمة طرابلس، أظهرت الصور آثارا للقصف الذي وقع بالمنطقة والذي شمل مصانع وأثر بشكل مباشر على البنية التحتية هناك. كما ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آراء عدد من أهالي طرابلس حول الاشتباكات التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية، فلنتابع. وكنا احنا فرحانين لربما يكون الامن الان وصل لمرحله على الاقل افضل من 4 أو 5 سنوات فاتوا، ولكن للاسف الموضوع قاعد واقف على اشخاص. يعني اذا كان الشخص او المسؤولين نتاع القوات الامنيه مش متفاهمين معناها ما فيش امل. نمشي نيتو مضطر، اضطريت الصبح هذيك نمشي للخدمه باش نوقف خدمه كانت ماشيه في ارزاق ناس، كانت ماشيه في ناس كانت تخدم، كلها وقفت. مشكلة كبيرة طبعا وصعبة جدا، وهذا خلينا نعجلوا بالذهاب إلى الخطوات اللي تقربنا من الاستقرار، اللي أولها الانتخابات. فالمواطن يعني في اشتباكات زي هذه تعطل حياته، تعطل دراسته، تعطل عمله، تعطل شؤونه اليومية بشكل عام، تعطل مؤسسات الدولة. اليوم أغلب مؤسسات الدولة معطلة، موظفين ما مشوش لمدارسهم لوظائفهم، فبالتالي مسألة حقيقة مربكة. ينضم إلينا لمزيد من المتابعة عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس مراسلنا صهيب محمود. صهيب، إذن 55 قتيلا و 146 جريحا في الأحداث التي وقعت بين القوتين العسكريتين الأكثر تنظيما في طرابلس، ضعنا في مزيد من تطورات الأوضاع وتفاصيلها.
حياة طرابلس كئيبة صراحة، طرابلس كئيبة، طرابلس خالية، طرابلس ليس فيها ازدحام كالعادتها. في هذا الشارع الذي يقف أمامه الآن، يعني كانت في الأيام الماضية زحام، خاصة نحن على طريق الشط والناس تصطف على البحر، ولكن اليوم وأمس طرابلس خالية، وإلى هذه اللحظة لازال الهدوء الحذر الذي يعم محاور القتال التي كانت بالأمس جنوب العاصمة طرابلس. اليوم زرنا منطقة عنزارة، طريق الشوق، طريق السدرة، زرنا أيضا المساء لكن بجوار جامعة طرابلس التي بالأمس كان فيها الاشتباكات وكانت فيها الاشتباكات. هناك عائلات نزحت بالفعل من هذه المنطقة، تحدثنا مع بعض الأهالي الموجودين في تلك المنطقة، قالوا بأن بعض العائلات خرجوا من هذه المنطقة ولم يعودوا حتى هذه اللحظة، ينتظرون إلى ما تسفر أو ما ستسفر عليه الأيام، هذه الأيام خاصة أن حياة هناك تحركات عسكرية لازالت في منطقة عنزارة، في عمارات الطبي المعروفات بعمارة الطبي بالقرب من المستشفى الجامعي الطبي في بالقرب من جامعة طرابلس، وأيضا هناك تحركات عسكرية في طريق السكة. هذه التحركات العسكرية جنوبا وجنوب جامعة طرابلس وجنوب عنزارة هي للواء 444، وشمال جامعة طرابلس وشمال عنزارة هي تحركات تابعة لقوة الردع الخاصة والتي كان الاشتباكات بينهما خلال اليومين الماضيين. هناك أيضا تواجد لقوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعرف بقوات الأمن العام، وهناك أيضا قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار هي من تقف الآن في المناطق الحيادية أو كقوة محايدة بين الطرفين وتقوم بتأمين تلك المنطقة حتى هذه اللحظة. لم يكن هناك أي خرق لوقف اطلاق النار حتى هذه اللحظة، ومع أن هناك تحركات ترصدها شاشات أو ترصدها الكاميرات وتوضع على موقع التواصل الاجتماعي في خلال الساعات الأخيرة، ولكن ليس هناك أي خرق وقف اطلاق النار إلى هذه اللحظة. حياة لم يتم الإفراج عن العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444، والاتفاق الذي تم يوم الأمس برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وحضور وزير الداخلية وكذلك أيضا مجلس أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة ينص على أن محمود حمزة أو العقيد محمود حمزة سيمتثل اليوم للمدعي العسكري، وبعد ذلك سيتم الإفراج عنه. ولكن إلى هذه اللحظة لم يتم الإفراج عن العقيد محمود حمزة. إلى هذه اللحظة لا زال العقيد محمود حمزة يتواجد عند جهة محايدة بين الطرفين، ولم يتم إطلاق سراحه حتى هذه اللحظة. لذلك الحياة لم تعود فعلا عادت لحياتها في جنوب طرابلس، لطبيعتها عفوا في جنوب طرابلس، ولكن هناك ترقب وهناك خوف من المواطن، لا يدري هل ربما يعود إطلاق النار من جديد وتعود الاشتباكات من جديد. نعم نعم، شكرا جزيلا مراسلنا صهيب محمود عفوا، انت معنا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، لك جزيل الشكر. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مالك مرسيط الناطق باسم الطب الميداني. سيد مالك مرحبا بك، واسمح لي بسؤالك، يعني 55 قتيل، 146 جريح في تلك الأحداث، ما هي التفاصيل المتاحة بشأن هذه الأرقام؟ كيف تعاملتم مع هذه الأرقام؟ إذن فقدنا الاتصال بسيد مالك، وينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول السيد عبد السلام الراجحي المحلل السياسي. سيد عبد السلام مرحبا بك. إذن سيد عبد السلام، هذا التوتر الذي شهدته طرابلس على الرغم من انتهائه رغم هذه الأرقام، يعني 55 قتيل، رقم كبير حقيقة، والسؤال الذي يطرح الآن، فيما كان ذلك كله وما هي إمكانية عدم تكرر ذلك؟ مساء الخير. للأسف الشديد فاتورة كبيرة، 55 شهيد، وقد يرتفع هذا الرقم لأن هناك بعض الجرحى للأسف الشديد، نسأل الله لهم الشفاء، حالتهم حرجة وصعبة. لكن أعتقد أن الإشكال أن منذ تواجد الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، منذ عامين ونصف، هذا سادس خلل أمني أو اشتباك داخل العاصمة طرابلس، ولا حلول حقيقية، كلها حلول تلفيقية من قبل الحكومة
بحكم ان السيد عبد الحميد بيبة هو ايضا وزير الدفاع، او المجلس الرئاسي بحكمه القائد الاعلى للجيش الليبي. لا توجد حلول حقيقيه، حتى من ساهم ونجح بالامس بوقف الاشتباكات وتحويل السيد العقيد محمود حمزه الى طرف ثالث لم يكن نجاح للحكومه، بل هو نجاح من مجلس اعيان وحكماء سوق الجمعه والنواحي الاربعه. فاعتقد ان الحكومه خلال السنوات الماضيه لم تضع الحلول الاستراتيجيه والوطنيه في بالها حتى لا تتكرر هذه المشكله. كل حلولها كانت تلفيقيه ولا يوجد حل. يعني نعرف ان المشكله كبيره، يعني لا نستطيع لوم الحكومه بالكامل، لكن المشكله كبيره جدا. لكن الاشكال يتكرر كل مره. يعني انا يعني الان مراسلكم السيد صهيب يتحدث من طرابلس ويقول لك ان الناس في حاله ترقب والناس لا تخرج من بيوتها والشوارع شبه فاضيه. احد هذه الاسباب ان المواطنين اصبحوا فريسه لصفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي لغياب كامل للاعلام الحكومي. هناك غياب كامل أو ربما سيد عبد السلام يمكن قراءة الأمر من زاوية أخرى. يعني أعتقد أنك بالتأكيد استمعت إلى ذلك التقرير الذي استعرض آراء لبعض المواطنين بشأن كيف أو رؤيتهم لهذه الأحداث. يعني الانتخابات كانت كلمة السر في حديث أكثر من مواطن ليبي بشأن ضرورة الذهاب إلى مسار الانتخابات وكونه هو الحل الذي سيضع حداً لتلك الاشتباكات التي تحدث بين حين وآخر ولهذه الحالة من استمرار التوتر وعدم الاستقرار. نعم، أنا أتفق معهم، لأن أحد الأسباب ضعف الحكومة أن هذه الحكومة منقوصة الشرعية الشعبية. هي جاءت باتفاق أممي، وفي النهاية يعني هناك حكومة موازية منافسة لها، وهناك كان صراع بيناتهم. سبب هذا أن الحكومة اضطرت للتنازل والتناغم، وأحيانا حتى التنازل للقوى العسكرية في الغرب الليبي. سبب هذا يعني ضعف قرارها وعدم تحركها بقرارات حاسمة ونهائية لحل المشكلات حتى لا تتكرر. لكن أعتقد أن خطوة الذهاب للانتخابات خطوة مهمة حتى تأتي حكومة قوية منتخبة من الشعب الليبي، لا غير منقوصة الشرعية، مدعومة من الشعب الليبي، تتحرك لوضع حد لهذه المشكلات الكبيرة. يعني نحن الآن نعاني منذ 2013 أو 2014 لا يوجد حكومة منتخبة. كل الحكومات التي جاءت باتفاقات برعاية الأمم المتحدة، وكل الحكومات التي جاءت برعاية الأمم المتحدة كانت حكومة منافسة لها في الشرق الليبي، وقوة عسكرية في الشرق الليبي لا يعني تنافسها، تريد إسقاطها كما يحدث الآن. فأحد الأسباب إن لا توجد حكومة منتخبة. إذا ذهبنا للانتخابات قد تأتي، يعني هذه يعني لن تكون هناك حل نهائي، لكن أول خطوة لحل هذه الإشكاليات أعتقد هي الذهاب بانتخابات برلمانية تأسيسية تأتي بحكومة منتخبة بعملية سياسية ودستورية حتى لا نضع في حالة الانقسام. اليوم كل الأجسام منقسمة، لدينا مؤسستين اسميتين عسكريتين في الشرق والغرب، لدينا مصرفين مركزيين اسميين في الشرق والغرب، لدينا حكومتين، لدينا يعني حتى محاكم دستورية عليا يعني في الشرق والغرب. كل المؤسسات تقريبا انقسمت. فالأفضل شيء لبداية حل المشكلات هو توحيد المؤسسات. كيف تتم توحيد المؤسسات؟ انتخابات تشريعية تأسيسية يشارك فيها كل الليبيين. أعتقد هذا الحل الأول، هذه الخطوة الأولى. لكن تظل كل الحكومات التي جاءت لأنها منقوصة الشرعية، لأن لديها منافسين، اضطرت للرضوخ للقوى العسكرية شرقا وغربا، واليوم نحصد هذه النتائج. الرقم كبير جدا. تصوري أختي العزيزة، يعني 55 قتيل في خلال 24 ساعة. هذا رقم كبير جدا، وهذا يعطي انطباع أن لو استمرت حدة هذه الشبكات قد تكون الفاتورة أعلى من هكذا. لكن حتى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى بمجهود الأعيان والحكماء في طرابلس الآن توقفت، لكن نزال التحشيد هناك، نزال الناس خايفة، كل قوة ما زالت متمركزة في الطرقات وبأسلحتها. حتى أن البعض يعني يستعرض بدباباته، صحيح قديمة وكذا، لكن يعني المواطن عندما يشاهد دبابات في الشارع نعرف جيدا ان سيكون هناك انطباع خوف. يعني فهذا ساهم بشكل كبير ان الناس شبه لا تتحرك من بيوتها في كثير من المناطق في طرابلس.
شكرا جزيلا سيد عبد السلام الراجحي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الانترنت من اسطنبول، لك جزيل الشكر. يعود الينا مره اخرى ورحب بسيد مالك مرسيط الناطق باسم الطب الميداني. سيد مالك، 55 قتيل و146 جريح في الاحداث التي شهدتها العاصمه طرابلس بالامس، ما هي تفاصيل تلك الارقام وهل الرقم المتعلق بالقتلى او الضحايا مرشح للزياده؟ نعم، تحية طيبة لك سيدتي الكريمة ولكل المشاهدين الكرام. بداية نصحح هذا الرقم، وحيث بلغ عدد القتلى خلال هذه الاشتباكات الدامية 45 شخصا، إضافة إلى 146 جريحا. بالنسبة لجهود مركز طب الطوارئ والدعم في هذه الاشتباكات، أنشأ غرفة طوارئ عن طريقها يتم استقبال نداءات الاستغاثة على مدار 24 ساعة. أيضا وفر أكثر من 296 ممر آمن لخروج العائلات، وأسعف العديد من الجرحى عن طريق المستشفيات الميدانية الثلاثة التي أقيمت بالقرب من الاشتباكات المسلحة جنوب مدينة طرابلس. إضافة أن كان هنالك أكثر من 8 نقاط إسعاف موزعة على كامل دوائر هذه الاشتباكات لتوفير الممرات الآمنة وإخراج العائلات العالقة، وأيضا توفير الإسعافات الأولية وإسعاف الجرحى. طيب، إذا أراجع معك الأرقام مرة أخرى سيد مالك، أنت قلت أن عدد القتلى أو الضحايا بلغ 45 قتيل، مظبوط؟ نعم، 45 وعدد الجرحى 146 جريحا. يعني بخصوص الجرحى، ما هي طبيعة تلك الإصابات، وهل لا قدر الله هذا الرقم به إصابات خطرة مرشحة للانضمام لا قدر الله إلى الضحايا؟ نعم، هو الحق لكلامي السابق من ناحية عدد الوفيات، طبعا هذه الإحصائية التي رصدها المركز ولدينا فيها أسماء هؤلاء الضحايا، لكن قد هناك جهات أخرى قد رصدت عدد من الجرحى أو القتلى ولم تكن ضمن هذه الإحصائية. تجدر الإشارة أن المركز هو جزء من وزارة الصحة الليبية، وهذا ما تم رصده. بالنسبة لموضوع الإصابات، ما كانت ما بين المتوسطة والخطيرة، والآن هم يتلقون العلاج من ناحية الجرحى في المستشفيات الحكومية والمصحات في مدينة طرابلس. طيب، إذا سمحت لي سيد مالك، يعني طبيعة الإصابات، طبيعة عمليات الإنقاذ، ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر؟ بالنسبة لطبيعة عملية الإنقاذ، يتم توفير الممرات الآمنة أثناء الاشتباكات أو جزء لهذه الاشتباكات، يتم دخول فرق الإنقاذ وتوفير ممر آمن لخروجهم عن طريق السيارات الخاصة بهذه الفرق أو عن طريق السيارات المواطنين ونقلهم عن طريق وتوفير ممر آمن لهم عن طريق سيارة الإسعاف حتى خروجهم إلى مناطق آمنة. أيضا تأتي هذه العمليات بعد تواصل المواطنين مع غرف الطوارئ الخاصة وتواصلهم معنا، يتم إرسال هذا الفريق وتوفير ممر آمن لخروج هذه العائلة. نعم، شكرا جزيلا سيد مالك مرسيط الناطق باسم الطب الميداني، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، لك جزيل الشكر. المساء مستمرة، وبعد الفاصل باقي فقرتنا وفيها الجزيرة مباشر تتتبع قضية احتجاز زامبيا لطائرة خاصة وصلت من مصر محملة بأموال وأسلحة، والقاهرة تقول إن الطائرة خضعت للتفتيش واستوفت قواعد السلامة. صادرنا من على متن هذه الطائرة 5,700,000 دولار وخمسة أسلحة نارية، أو بالأحرى خمسة مسدسات، بالإضافة إلى 7 مخازن ذخيرة، تلك التي توضع في البنادق لإعدادها للإطلاق.